عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في شيوة أم سليمان. كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ نتمناكم تكونوا مزيانين كاملين. واليوم جبتكم واحد ثلاثة ديال الشهيوات مالحين خفافين وسهلين التحضير، ودابا غنوريكم المقادير ديالهم ونمشيو نشوفوا كيفاش غادي نعملوا المقادير ديالهم. عندي هنايا كاس ديال الحليب كنعمل دافي، كنعمل فيه جوج مغارف ديال مغروفه ديال الخميره المغربيه يا حبوب. كنسخن هذا الكويس ديال الحليب عي دافي ونعملها فيه حتى تبدا تطلع، وديك الساعه كنخويها على نخويها في الطاوه. كنزيد عليها واحد الخميره كيماويه، رشه ملح، وواحد البيضه، جوج واحد مغرفه الزبده، وواحد جوج مغارف السكر، وكاس الزيت، كاس ديال العنب هذا الزيت. وكنعملهم كاملين مع بعضيتهم حتى كنخلطهم مزيان. ديك الساعه ني كطحن هي وما رفدت. وانا عندي واحد العجينه هنايا وجدتها قبل، غنوريها لكم تشوفوها كيف كتجي في الاخر. ها هي، هي هذه عجنتها قبل في الماكينه، ها كيفاش كتبقى. خاصها تبقى هايدا خفيفه ونخليوها تخمر. غنغطيوها دابا وتخمر، وملي تخمر نوري لكم كيفاش كتجي. وكنعمروها بهاد السافانيغ، عندي هنايا مسلوقين ومصوطين في المقله، فيهم التويمه وشويه الزيت والثومه والفلفل الحمر وشويه د الحار اللي بغى يعملوه، اللي ما بغاش يعملوه يقدر يخليه، والملحه. وكنصوطيه مزيان مع التويمه وهادشي كله، وكنخلط مع هاد الجبين هذا عربي. الا ما جبرتوه شي في المحلات ديال اللي كيبيعوا الحليب وداكشي، راه كاين الجبلي، الجبلي حتى هو يقدر يتعوض بهذا، حيت خصو يكون هيدا فريسكو. ومن بعد ملي نقوم نرجع نوري لكم الوصفه كيفاش كتجي. انا رجعت لكم بالملاح الثاني، خفيف وسهل التحضير، كيجي بارد ما كيجيش سخون. انا عامله هنايا، عندي هنايا التون والمايس الذره وهذا مطيشه والبصيله، وماي كنخلطهم مايونيزا مع الجبن محكوك حتى هو عندي مخلط انا، وكنخلطهم كاملين هكذا، كنخلطهم كاملين الجبن، وكنرش عليهم رشيشه ديال اوريغانو الصحتر اوريغانو، كنخلطهم مزيان مع بعضيتو. انا بغيتش نوري لكم حاجه بحاجه باش ما نطولش معاكم، يطول عمركم ان شاء الله. ودابا نعمره، غادي كنشبر الطوست هيدا وكنقطعوه هكذا هيدا، وكيخرج لي هكذا بحال هذا الشكل، بحال هذا الشكل اللي عندي هنايا. وكنعمره، كنعمره هيدا هكذا، كنعمره كامله تجي معمره هيدا. وكنزيد وحده اخرى كنعمل عليها هيدا، كنتكي عليها، كنديهم من المقله نعملو في بلانشا من هنا ومن هنا. وديك الساعه نتا كنرجع نوري لكم كيفاش كنعمل لهم في الاخر. ها حنايا ملي عمرناهم، عمرناهم مزيان وعملنا شويه الزيت في المقله، ها هي اولا البلانشا اللي كان، وكنحمروهم هيدا ونقلبوهم شويه هيدا حتى يتستروا غير شويش هيدا. شو هاك هاد النول الذهبي اللي كيجي فيهم زويون هيدا، كاملين يجيو هيدا. وملي نمشي نعمرهم ونقطعهم نوريهم لكم كيفاش غايجيو ان شاء الله. من بعد ما تسترناهم شويه هيدا جاو مزيونين، كنقطعوهم هكذا بشويش، الموس هذا يكون عنده بحال منشار، كتقطعهم شويه هيدا هكذا، كيجيو هذا الشكل هذا. كنشبر في الحواشي ديالو من هنايا هيدا، كتدهن مايونيزا، الا بغيتي تدهن كيتشوب دهنو اللي بغيتي، انا كنفضل شويش مايونيزا. ها هي ديك الساعه كنمشيو للجبن ديالنا هكذا، وكنعملو لهم هكذا كيجيو بهذا الشكل هذا. وتشوفوه معايا في الاخر ان شاء الله، نعاود لكم وحده اخرى باش تزيدوا تشوفوها. ها هي كندهن مايونيزا هنايا، هادو كيجيو باردين، غير كنتوستاروهم غير شويه باش كيعطيو المنظر هيدا بهذا الشكل. الساعه انت كنمشيو ونعملو لهم هيدا في الجبينه ديالنا هكدا. تقدروا تقدموهم للاطفال للكبار، شي حاجه جات عندكم خفيفه، شي ضياف خفيف، ها هي هكذا كيجيو. ودابا غنقدم لكم الملح الثالث، حتى هو خفيف نفس بحال اخر، غير اخر بارد، هذا سخيخا.
بنفس الخبز حتى هي هي فين هي الطوست هذا. هذا كنعملوا له المقادير ديالو. عندي هنا فلفله حمراء وفلفله خضراء والذره والجبن محكوك، وعندي جوج المغرفات ديال الجبن كريموسو. بغيتو تنوعوا بالجبن جبلي بلا باشكيري باش ما بغيتو تعملوا جوج لاباشكيري الصغار اللي بغيتو تعملوا به، وكنخلطوا مع بعضيتهم مزيان عاود، وكنعمروه في هذه الخبيزه. ملي كنعمروه هنايا كنشدوا عليه، كنعملوا واحد الكوتشره هنايا وكنشدوا عليه هكذا حتى كنضغطوا عليه شويه هكذا، وكندوزوه في البيض وكندوزوه في هذا الخبز يابسه محكوكه. ومن هذا الدوري ما عرفتش شنو كيقولوا في المغرب التشيبس، غندير شويه وندوزو هنايا وندوزو هنايا مع البيض، ومن بعد رجعنا عندكم باش تشوفوا كيفاش غادي نعملو. من بعد ما عمرتهم ها هما معمرين، كندوز يدي بشويه د الماء هيدا وكنحاول نضغط عليهم شويه هيدا، والمهم قد ماش ما قدرتو هكذا. وكنعمل لهم هيدا في البيض، كندوزهم كاملين باش يدوزو مزيان هيدا. ومن بعد كنعملوهم في الخبز، والخبز عامله فيها انا شويه كتشوفوها شويه شكحله، رانا عامله فيها شويه د الربع المعدنوس يابس عامله فيها. ملي كنسالي هكذا كنمشي للتشيبس ديالنا وكنضغط عليها شويه هكذا. ويلا بغيتو تخلطوها هيدا حتى هو كيجي مزيان، تخلطوها هيدا عملوا لهم هكذا هكذا، وخلطوا هيدا فيها نيت وعملوا هكذا كيجيو بهذا الشكل هادو. دابا ملي نقليوهم ونعوطوهم رجعوا تشوفوا الاخر ديالهم ان شاء الله. من بعد ما خمرت لنا العجينه ديالنا ها هي، دابا غادي نمشيو هنايا وغادي نعمروها هكذا هنايا بهذا الشكل، وعنشدوا عليها هيدا غنعملوها بحال الكويره هيدا هكذا، وشويش غادي نردوها هيدا ها هي. غنوريها لكم في الطابله باش تشوفوها مزيان، غنوريها. وغادي نشبر الموس واحد السكين هيدا وغنعملها هكذا هكذا، نوريكم الثانيه هيدا كتجي هيدا. ومن بعد كنعملوا البيض من فوق، وعمل الشانوز ولا عمل الزنجلان، عمل اللي بغيتي الديكور اللي بغيتي الصح تار الديكور اللي بغيتي عملو، ونرجعوا في الاخر الاطباق تشوفوهم ان شاء الله. بعد ما زينا الملح ديالنا ها هو ها الشكل النهائي ديالو، ها اللي بارد كيفاش كيجي ها هو. نتمنى يعجبكم ونتمنى نكون عند حسن الظن ان شاء الله. ها الخبيزات ديالنا معمرين بالجبن والصابانيغ سبيناكاس زوقتهم هيدا، وها هما الخبيزات ديالنا اللي سخونين معمرين بالفلفل الحمار فلفل خضار الجبن الذره، كلشي كيجيو هكذا وكيجيو لذادين بزاف وكيجيو لذادين لذادين. ونتمنى تجربوهم ويعجبوكم وتعملوهم وكتبوا لي وساندوني، ومع شهيوات ام سليمان اللي ماجين ان شاء الله، ونتمنى نكون عند حسن الظن ونعمل زياده بزياده ان شاء الله يكون كلشي زويون ومزيون. انا شماليه والهضره ديالي هي هذه، وشكرا بزاف ونتمنى نسمعكم كلشي مزيان وضحكان وفرحان معايا. مبيسيطو.